أول شيء راح نشوف الطاقة تبعك يا برج الجدي. حاليا أنت يا برج الجدي بتحاول تعمل توازن في حياتك، وتقريبا أنت بتحاول تسيطر على الموقف، أو فعلا أنت مسيطر على الموقف. فممكن حاليا تكون مركز على حياتك، إنك تعمل توازن في الفلوس، خصوصا أن برج جدي برج ترابي، لهيك الاستقرار المادي بالنسبة له شيء مهم. طالع عندي ورقة بتقول إنه أنت شايف إن الإنسان اللي معك مختفي، يعني الشخص اللي بتحبه، وأنت عايز تعمل توازن في العلاقة هذه، لأن الشخص هذا أنت شايف إنه إنسان كامن ومختفي، وشايفه كمان روحاني، إنسان روحاني كتير. كمان طالع لي ثلاثة أوراق بتقول الشخص ده فعلا إنسان روحاني جدا، وشخص بيحب عمل الخير، وممكن تكون أنت بتتعامل مع شخص مش من جنسيتك، أو مش من طبيعتك، أو من طبيعة تانية خالص، لأن طبيعته هي مختلفة عليك. وباين عندي أنه شخص روحاني وبيحب شغله كثير. غالبا الشخص هذا ممكن يكون معروف أو مشهور، أو بيسافر كثير، أو عنده معارف كثير، أو ممكن يكون فنان. لما بقول فنان، ممكن يكون فنان تشكيلي، ممكن أو هي حتى إذا كانت هي ممكن تكون عم تعمل ميك اب، عم تعمل فيديوهات، يعني شغلات كثيرة مرتبطة يعني بالملابس إلى غير ذلك. ولكن أنت شايفه غامض وفي نفس الوقت جميل، وشايفه شخص مختلف ومش عارف تفهمه، وهل قلقك شوية، لكن طالع لي ان الشخص ده هو السولميت تبعك، لانه مش ممكن تطلع الورقة هذه الا اذا كنت انت كذلك حاسس تجاهه بمشاعر. كذلك طالع لك ورقة بتقول لك خد أكشن، تحرك. بتقول لك الورقة اللي وراها إذا كان أي خداع حاصل وده مزعلك أو مضايقك، فبجوبك الورق بيقول لك إذا أعطيت الحب من قلبك فهذا كفيل إنه يضيع الإحساس السلبي اللي عندك، لأني شايفاك قلقان، يعني حاسس بالقلق من إنه يحصل غدر، أو حتى شاكك فيه شو عم يعمل، وين مختفي، لأنك أنت شايفه إنسان غامض وبيختفي وبيظهر وأنت قلقان منه. كمان بتقول لك الورقة هذه ربنا حيشتغل معك بسرعة، والأمور حتحصل بسرعة إذا خرجت وتفسحت وعشت حياتك وكنت إيجابي، وما تبقاش لوحدك في طاقة الانتظار. أنت لازم تعيش حياتك، تخلي الطاقة الإيجابية حواليك عشان الشغلات الإيجابية تيجي لعندك، لأنه الإنسان مثل المغناطيس بيجذب الشغلات اللي بتشبهه. واضح عندي إنك بتفكر في الإنسان ده كتير، واضح عندي إنه في تواصل روحي عالي بينكم. كمان أنت بتفكر في حدا تاني، هذا الحدا التاني بيعطيك إحساس بيحسسك إنه في حدا معك واقف جنبك،
فممكن يكون حدا من أهلك أو صديق قريب لإلك، لأنه في حدا أنت حاسس إنه بيرشدك بالروح. كمان الورق بتقولك خلي عندك ثقة، فهنا أنت تقريبا عندك عدم الثقة يعني كتير، أو في شوية إحباط، كأنك يأسان من حاجة أو منتظر أو كنت تنتظر شيئا من مدة طويلة، وانت حاسس ان الموضوع هذا طول كتير. وانت الحين يا برج الجدي شايفاك قاعد لوحدك، مركز كتير، عم تفكر، مركز على حياتك المادية والعملية وكل حاجة، ومستقل بذاتك وقاعد لوحدك. ممكن يكون عندك بزنس أو حاجة، أو حابب تضل حالك، وشايفاك كذلك عايز تبقى قاعد لوحدك، كأنك حاليا مش في علاقة. كمان الشخص اللي انت معه طلع له ورا انه هو متلخبط كثير من ناحيتك، هو حاسس انه انت مش فاهمه أو هو مش فاهمك أبدا. كمان مبين عندي يا برج الجدي إن الشخص هذا روحاني كتير ومتواصل معك جدا، فإذا كنت أنت شايفه إنه مستخبي أو غامض أو مختفي تماما، وأنت مش عارف عليه حاجة، أحب أخبرك إنه الشخص ده يعني مبين إنه مختفي، وهو عنده إحساس عالي وقدرات عالية في التواصل، وكمان بيعرف يقرأ الناس لأنه عنده إحساس، وكمان هو بيشوف إنه في نقط حمراء واقفة في العلاقة هذه أو من ناحيتك، لأنه هو من الناس اللي حدسه ما بيخونوش. هي مش مسألة شك، يعني هو ما كيشكش فيك، ولكن هو حاسس انه هذا ماشي هو الوقت المناسب، يعني مو الوقت المناسب عشان تتكلموا او تطوروا العلاقة، فهو عايز يستنى، لان الشخص هذا كيحب يستمع للحدس الداخلي اكتر من انه يستمع للناس، فهو تركيزه على الشغلات اللي بتطلع من قلبه. فهو اذا كان حاسس ان الوقت هذا مش مناسب، فهو ما بيتقدم خطوة وبيضل بمكانه. انا قلت لك هالشي عشان تبقى عارف المشكلة وين لو كان متباعد معك. كما كذلك هو شايفك صعب المراس، وبنفس الوقت شايفك فيك ميزات حلوة، كأنك قوي وحقاني، هو بيحترمك بصراحة، ولكن هو حاسس إنك قاسي عليه، أو كلامك لما تعبر عنه بيبقى صعب أو بيبقى قاسي شوي، فهو مخضوض منك. كذلك هذا الشخص كأنه سامع عنك حاجة، أو حد قال له حاجة عليك، وحاليا هو متلخبط، خايف إنه يكون في وضع مش مستقر معك، خصوصا إنه حاطط نقط حمراء مخلياه ينتظر شوية. أنت كذلك مطنش يا برج الجدي، آخر تطنيشة، وشايف إنه هو كمان مطنشك. انت شايف انه واحد ما كيبينش اي مشاعر، يعني كأنك شايفه شخص مش مفهوم ومش عارف هو عايز ايه بالضبط. انتوا الاتنين شايفين بعض يعني بطاقة صغيرة،
كأنكم يعني بتبينوا في تصرفاتكم كأنكم صغيرين في السن. أنا مش ممكن أحدد لكم من أكبر من الثاني، ولكن أنت ظاهر هنا يا برج الجدي إنك حتكون في الشهر ده في طاقة الكينج، وهو حيظهر في طاقة الباك. يعني هو ملتف بالغموض، بيظل احتمال إنه يكون أصغر منك. كمان هو حيقرب منك بمشاعر الحب حتى لو كنتم منفصلين. فأنا شايفاك يا برج الجدي قاعد لوحدك، أما هو مشغول ومشغول كذلك في إنجازاته، فكأنه الشخص هذا شخص معروف أو مشهور، لأنه كأنه واقف بيبين نفسه قدام الآخرين أو حاجة من هيك. هو كذلك شخص بيحب ياخد خطوة لورا وما يقدمش على خطوة لقدام إلا لما يتأكد من الشغلة اللي بده إياها إذا مزبوط على كيفه ولا لا، لأنه شخص دائما يثق في حدسه الداخلي. حتى لو إجوا ناس وقالوا له الشخص ده طيب أو حاجة، فهو دايما بيضل مستني لما هو يحس بالموضوع. هو لحد اليوم حاسس إنه في علامات حمراء في العلاقة هذه، ومعاك أنت شخصيا. هو مبين عندي إنه بده يبدأ العلاقة دي معاك من أول حرف لآخر حرف. فهو بيقول في نفسه خلينا نبتدي على الخفيف، يعني خفيف خفيف، وناخد مساحات على مهلنا. أما أنت فطلع لك بطاقة الكينج، يعني أنت بالفعل حتبقى مستقر، ويمكن يكون في عندك بيزنس أو بتفكر تعمل بيزنس، وهذا الشخص حيجي بكل حب. يعني حيجي هيك يقول لك كلمتين حلوين عشان هو عايز ياخد الأمور ببساطة. فهو شايفك كأنك شديد وخايف إذا قرب، وقال لك حب أو رجوع أو ارتباط أنت تحدفه أو حاجة، يعني هو خايف. فهو حيجيك بطريقة الشخص لما يجي يقولك صباح الخير كيف حالك، يعني شوية شوية عشان يمشي الحال. فواضح عندي يا برج الجدي بصرف النظر عن القراءة العاطفية فيما يخص الماديات، في عندك طاقة حلوة خصوصا لما طلعت لك ورقة الكينج، فأنت حتكون في طاقة إيجابية كتير في الفترة القادمة، لأنك حتبقى شخص متفائل في حياتك. وإذا أنت فاتح بزنس أو حاجة، فأنت حتوصل، حتحصل على النجاح عالي جدا، وغالبا حتطلع من إحساس الزعل والغضب، وحتدخل في طاقة الاستقرار والارتباط. وهي الطاقة كتير حلوة طالعة لك في القراءة. كمان الشخص هذا حيبقى فاتح قلبه ليك، بالرغم من انه واخد خطوة لورا، لانه هو مش عارف يفهمك. فانت حاسس ان الشخص هذا صلميت تبعك. فاذا انت كنت حاسس انه السولميت ومش متأكد، فالورقة هون بتقول لك انه هو فعلا السولميت تبعك. كذلك عندك ورقة بتقول لك خد خطوة، take action. واضح عندي انه الشخص ده طيب وبسيط وعايز يكون قريب منك.
بغض النظر ان انت شايفه مطنش او مش معبر، يعني مش معبرك، يعني كأنك شايف هيك وشايفه كمان خجول، لانه حاسس انه انت شديد شوية. فواضح انه انت يا برج الجدي اللي لازم تاخد اكشن وتقرب منه، او تسمح له يقرب منك، لانه حسب ما مبين عندي انه هو انسان بسيط وخجول، ومن النوع اللي البساطة عندهم اسلوب حياة، فهو خايف انك تخضه، يعني تخضه يعني تخلعه يعني تخوفه. واضح عندي يا برج الجدي انه الشخص ذا بيحبك كتير، وعنده مشاعر قوية تجاهك، ونيته خير جدا معك. فأنت فقط محتاج تاخذ الموضوعات ببساطة، لأنه الشخص ده غادي حيجيلك بنفس المبدأ، يعني تعال نخرج، تعال نمشي الكافيه، نشرب عصير، هيك أنا بحبك، يعني شغلات. وممكن ما يقولكش أنا بحبك إذا كان في خلافات بينكم في العلاقة هذه، فأغلب الشي حيجي يقولك نشرب قهوة أو حاجة، أو يلا نخرج يلا نتفسح، أو كنت عايز أقولك حاجة أو أوضح لك حاجة، عشان يرجع الود بينكم، لأن الشخص هذا خجول شوي. فإذا أنت غلطت معه أو عملت معه شغلة، راح يختفي من جديد، وراح ياخد وقت كمان. أنا يعني من خلال هاي القراءة عم حس إنه هالشخص كأنه ترابي، كأنه في برج الثور، هون في صفات لبرج الثور موجودة. بعدين بنشوف الطاقات اللي طالعتنا. فواضح انك شايف الشخص ده مختفي وغامض، والشخص هذا حب اقول لك انه عنده احساس عالي، وهو روحاني جدا، والنوع هذا من النوع اللي بيتخض وبيروح يستخبي لفترات. فبتمنى ما تخضوش لما تتقابله او لما يجيك. راح نشوف ان شاء الله الحين ايه اللي حيحصل بينكم. خليني اشوف. اصلا انت طلعت لك ورقة الكينج مرتين. حيبقى في هدوء في العلاقة، حتبقى علاقة هادئة، وغادي تدوزوا وقت حلو، يعني حتمرروا وقت حلو مع بعض، حيبقى في تواصل روحي عالي بينكم. ولكن أنا حابة أنبهك إن الشخص هذا شاعر إنه في علامات حمراء بينكم، أو فيك أنت، يعني في شغلات هو خايف منها ومش عارف يقولها لك، وإحساسه الداخلي خوفه. هو يعني هو قاعد بيراقبك، للأمانة هو عم بيراقبك. هو راح يبين لك، يعني الجزء اللي راح يبين لك إياه إنه تعال نخرج وكده، تعال نتمشى نتفسح، وحيكون بيختبرك، يعني كأنه بيعمل لك اختبار يعني في العلاقة هذه. لأني حب أقول لك أن الشخص هذا مش بيلعب، يعني مش بتاع لف ودوران، لأنه بيحبك وما بيحبش يدخل في حاجة أو في موضوع أو في علاقة إلا لما يكون متأكد منها حتكون نافعة ليه ولا لا، مناسبة له ولا لا.
أما إذا خضيته فهو بيحب ياخد وقته ويقيم الموقف ويدرس الموضوع وبعدين يقرر. راح نشوف الطاقات اللي مبينة عندي هون. بصراحة الطاقة المسيطرة على القراءة بصراحة طاقة ترابية، بغض النظر إنه برج الجدي برج ترابي، ممكن تكون طاقتك، بس الطاقة هذه يعني طاقة مسيطرة، طاقة قوية، فممكن تكون بتتعامل مع أبراج ترابية، ثور، عذراء، جدي، لأن الطاقة هذه طاقة استقرار يعني. كذلك عندي برج الحوت في أبراج مائية، في كذلك هوائية. بصراحة أنا شايفة إنه أنتوا الاتنين في نقص في الفهم بينكم، كأنكم اللي كتكلموا مع بعض ما بتعبروش بشكل تفهموه، كأنكم ما بتعبروش على مشاعركم، صح؟ في سوء فهم عالي بينكم. فأنا شايفاك يا برج الجدي حاليا بدأت تشعر إن الشخص ده سولميت تبعك. كذلك في روابط كبيرة بينكم، فخلينا نشوف إيه اللي حيحصل، نشوفوا إيه اللي هيحصل الأيام الجاية. عم شوف في استقرار كبير، هتقضوا وقت حلو مع بعض، يعني غتخرجوا تتفسحوا، غادي تتفاهموا، حتحاولوا تعيدوا العلاقة من جديد. كذلك بشوف هاي العلاقة راح يكون فيها كلام عن الشغل، هيك عمل الشغل مو كذلك. هالشخص هذا ممكن يكون غريب عنك أو غريب الجنس عنك، واضح إنكم حتتقابلوا بطاقة الكينج، إنه أنت طالع لك هالطاقة هذه. كذلك الشخص هذا مبين إنه عندي إنسان مش يعني صغير هيك، هو ناضج، يعني ناضج فكريا وروحاني جدا. كمان يعني ممكن يكون يعني كأنه أنا حاسة إنه الشخص هذا ممكن يكون مشهور يعني أو روحاني كتير. فربنا معاكم يا برج الجدي، قولوا لي إيه رأيكم في القراءة والأخبار، أنت فعلا حاسس بإيه؟ إذا أنت حاسس إنه السولميت، لأن الورق بيقول لك خد أكشن وما تفكرش كتير، لأنه الشخص هذا هو سولميت، فحاول تكون منفتح لأنه دايما في أمل، والورق بيقول لك أنت فعلا المعجزة وفي أمل. فأشكركم على المشاهدة وأشوفكم مرة قادمة.